ياسمين لو سمحتي، لو سمحتي لا تعصبي حالك، هاي المرة بالذات رح كون أعند من عمر، لنشوف مين الأتنح من الثاني. نحن اليوم لازم شوي نكون هادين. خلص اتركيني بحالي. لا تعصب. لو بكملها بكل ثقة بده يانا نتشارك مع فكرة قالوا ونفتح محلات نحن وياها، نعمل جهدنا ومنجيب له أفكار بيرفضها، بس نحن اللي لازم نسبق ونقول له برافو. بس يعني إنه قالوا تشارككم هاي ما لها فكرة سيئة. ياسمين الله يخليكي لا تزودي عليها. حبيبي أنا فهمانة اللي عم تقوله، بس يعني عمر كمان ما هو حق يفكر بشراكته. حتى أنت كمان دائما الحق معه، أصلا هو أكثر حدا بالعالم بيفهم بالشغل، وكل اللي حواليه ما بيفهموا أي شيء، يا أبيض يا أسود، وما بيشوف غيرهم، ما في عنده حل وسط، فوق بيطلع معه حق. الحق معي ديما، هو حاكمته مشاعره، ما عنده أي سبب منطقي ليرفض الشراكة مع قالو. عمر روحي معلش تهدى. أنا هادي ديما. لا تعصب. شو يعني اللي لا هيك بلا تفكير؟ ما فكر بالشي فورا لا، بس عم بيرد لي مشان قصة ياسمين. مثل ما قلت له لا قال لي لا حضرته. بيجوز هو حاسس شي، يعني عنده أسباب مقتنع فيها. ما عنده شي، الشغلة واضحة كتير، ما عم يفرق بين الشغل وحياته العاطفية، عم يتصرف تماما مثل الأولاد. بلكي لأنه زعلان منك. عم نشتغل هون ديما، لما تزعل من حدا هالشي ما بيصير يأثر على شغلك. طيب بيجوز مشان مشكلة شيري. مشكلة شيري شبا ولا شي، بدك مني شي رح روح. باي. شو رأي الجو؟ لا امتنح. وانتي نفس الشي. اوف خلينا نجرب هالمرة بالعكس. ايه منيحة الفكرة. معناته بحكي مع عمر؟ ايه وانا بحكي مع غسان بيك لكم. يلا موفقة. غسان بيك ديما لو سمحتي لا تعصبي حالك، ماني متحمل حالي اليوم. لا معقول تحكي هذا الحكي؟ انتو اخوة نسيت؟ قلتي له لإله هذا الكلام؟ قلت له طبعا، بس حضرتك بتعرف تنحي زيادة. ايه ومشان هيك اجيتي لعند الآدمي، لأنه أنا اللي لازم سايره، ما هيك مثل العادة. لا غسان بيك صدقني مو هيك القصة، طبيعي لما نحكي عن ياسمين خانم انت تتحسس زيادة وتضوج. ديما المشكلة ما إلها علاقة بياسمين بنوم، القصة عمر هذا طبعه من كل عمره، الشغلة اللي ما بتعجبه بيطنشها وما بيسأل على حدا، إذا كان بده شيء ما بيهمه غير حاله والباقي عادي. ايه وهو كمان أعصابه تعبانة، بتعرف قبل الزواج تعصيب وضغط وواجبات، ولهيك صار اللي صار. ما لقيتي غير حجة تقولي يا مو؟ هو قلت لحالي بركي بتصدق، مو مصدق ما هيك؟ موضوع دم الشاري هو الخلاف، أنا يلي ساويت لكم المشكلة ما هيك؟ ليكي يا ياسمين، العلاقة بينك وبين غسان بتخصك أنت وياه، بس من ناحية الشغل جربنا بالأول، والطريقة اللي بتشتغلي فيها ما عجبتني. اشتغلنا مع بعض قبل وما تفهمنا، موضوع الشراكة بيننا مستحيل، أساساً غسان الشخص الوحيد اللي بقبله ومنتفاهم. عم بتكون صريح وواضح. مزبوط. إيه طيب ولؤي له حصة وبالأخير له رأي أكيد. شراكة لؤي على الورق هو عنده حصة صغيرة كتير، لولا هيك ما كنا قدرنا كملنا معه ولا تحملنا. يبدو لؤي كنتوا ما اختلفتوا أنت وغسان، يعني وجودي بالنص هو اللي عم يعمل مشاكل. وجودك عم يخلي غسان يتصرف بولدني وبلا وعي وما عم يستوعب، يعني أنا وياه بالعادة ما بنختلف على هيك أمور. عن جد لؤي أنتوا ما كنتوا وصلتوا لهون. ولكون صريح أكتر، غسان صاير حساس كتير وعم يعصب. إيه فهمت عليك عمر، يعني أنا لكون واضحة ما رح كون شريكة حدا بيشوفني بهالطريقة أصلاً. منيح يلي حكينا لأسمع رأيك لأنه مهم، هلا صرت بعرف شو اتصرف، هيك انا فهمت. حلو كلك سوق يا هلا. شنطتي شفتيها؟ بتذكر تركتيها تحت ياسمين خانم. ليكي انا دائما كنت واقف مع عمر بالقرارات اللي بياخدها على طول، عم بدعمه بكل شي بيساوي، بتعرفي حتى بعلاقته فيكي وقفت معكن لأنه بدي اياه يكون مبسوط، تمام؟ يعني كان بدي اياه يعيش حياته بلا تدخل حتى مني، لأنه الشي الوحيد اللي بيهمني إنه يكون مبسوط، بس هو لا. وهو كمان، بس عنده معايير غير. كلياتنا عنا معايير ديما. عن جد مين منا اللي ما عنده معايير وقناعات؟ بس بموضوع الصداقة بدك تغضي نظر ليكون صديقك سعيد، بدك تحاولي تشوفي القصة وتفاصيلها من زاويته هو، وغير هيك لازم تراعي وجهة نظره بحياته. هذا كل شيء بدي اياه منه، صعب عم بطلب المستحيل. انا عشقان مثله يفهمها، واللي عشقانه ياسمين واضح. يعني اكيد هو عنده فكرة،
وبيعرف انه القصة قديمة من قبل ما تجي انت على باسيونس، ومن وقتها وانا معجب فيها. اجدب لانه وقتها ما زبطت، ما بعرف، كل واحد كان تفكيره بغير مطرح وما مشيت الامور. بس شوفي هلا اجتمعنا، ليكنا ما احلانا مع بعضنا انا وياها. وياسمين هي البنت اللي بحلم اتجوزها. ياسمين بنظري اخر حب واخر حدا بدي يكون معه، بدي من عمر يشوف هالشي ويحس فيني، بدي اياه يقول لي انا واقف جنبك وبدي تكون مبسوط. طلبي عن جد هالقد صعب ديما؟ اكيد لا، هات حقك، بس عمر هيك الشي اللي ما بيقتنع فيه ما بيشوفه صح، ويمكن لانه كبر وحيد، هي لا تنساها. الحق معك على الاغلب، بس كمان انا بموقف صعب. البنت اللي بحبها طلبت ساعدها وما سويت شي مشانها، فهمتي علي؟ والسبب هو تناحته. ياسمين شو ذنبها؟ جاوبي. عمر عنيد، هي شو ذنبها؟ خلص يا حياتي، رشيت بس هون ومن هون رش كمان شوي. خليني ماشي القيمة ابرده. تعي يا حياتي، تعي تعي خليني جرب. عدي هون، وليش لسه عم تتهني؟ خلص بكفي، روحي من هون. شلون بتطلع فيني وانت اعملي رجلك هيك؟ ماشي يلا. ها شلون حاططية؟ دوبنا نلحق. ها كثير حلو، برافو بنات. انتي انا ما عندي صفن هون، تركك حبيبك الظاهر. حياتي صار لازم تلحقي الزمن وتتصالحي مع ماضيكي. انتو عواطفكن السهلة. اي حدا لعندي، تعي يا فتون جهزي لي البنت اللي بعدها. اي دخلت من كتر ما لفيت. اي حلو كتير هيك. لا تكتري، جلسي رجلك شوي. حلو على الكاميرا. جلسية قصدي، مو ترفعية، بس جلسية. كثير حبيت، طلع في جنرك. ايه مو زي من جنرك، ما هيك كنت بدي ضيفكم بس قاعد على ايدي ما بقدر. شلون عم تطلع فيني؟ غاسلين لهدول. اي اكثر كوكيز بحبه. شو رعيفه انت يا حرام. كان لازم صوركم ما هيك. ولك هذا خلص شحنه. روني كثير حلو يا بنات. هدول طيبين. ايدك شوي لتحت كمان. اي حطي ايدك فوق رجلك. ولك ايدك اليسار. يسراوية بتكون. تمام. كثير حلو لؤي. ليك يا قلبي، بتعرفي اني من معجبينك؟ بتشبهي جريتا جاربو كثير، انت اكثر عارضة بحبها وتابعتها. طلعتي انت كمان عنا؟ ماشي رح جرب حبك. سماوية، شوف هالقعدة شلون جاي وقلبي وشها. كثير حلو يا روحي، كثير حلو. شوفي هلا هون، حطي ايدك وارفعي. يلا
قربي. جبتلك معي صينية. شو بدي فيها؟ معقولة شو جدي؟ لأنه رح تحطي العمر فوقها هيك وتقدمي لفكرة قالوا بلا ما تتعب. فهمت عليكي. آخر حدا بيفهم أنتي. هالشي مو لقلك عم بعمله، بس فكرة قالوا مو طايقتها ورح أقلعها من هون. لهيك مصلحتنا أنا وياكي إنه نتفق، فهمتي؟ فهمت طبعاً، بس مو مرتاحة لأنه أسلوبنا بالتعامل كتير بيختلف عن بعضه. حضرتك مخك إجرامي كتير. تسلمي حبيبتي، كلك ذوق بعرف، بس أنتي الصراحة ما شاء الله هبلة ومكترة. يعني كل هالوقت ما قدرتي تتحركي من محلك لو شعرة وتقدمي لقدام بس خطوة ديما. يي كنت خايفة تطلعي ذكية، بس الحمد لله طلعتي أغبى بكتير مما توقعت. أنا بحياتي ما شفت وحدة مبسوطة بجذبتها، مع أنه صحيح لأنه ترفع مستواها لفوق. ليكي كيف بتطلعي مثل الهبلة، ما عندك طموح معقول؟ هيك طبعي شو أعمل، ومرتاحة فيه ومبسوطة كتير. أنا مرتاحة يعني. آي رح تجلطني وتجيب لي العصبي. قال هيك مرتاحة ومبسوطة ديما، يلي صحح لك لو صح لغيرك كانت صارت وتصورت مو مثلك. بس استني بلا ما تشوفي حالك، كوني مثل ما أنت جد، بلا تساوي شي أبدا. بس بتعرفي لو بتساعديني بشغلة فكرة قالوا بيكون الوضع مضمون، بس كمان بهي ما رح تعرفي تتصرفي. شو بدنا نساوي؟ ليش شو رح تساوي؟ يي مو شغلتك انت، ركزي على المطلوب منك وبس. انت حاولي تحتفظي بعمر، خليه معك، فهمتي؟ يي تعرفي شو، ريحتك كلها غباء وطيبة، خنقتيني، مليت منك، ما عاد فيني اتحمل، خلص بدي روح. تمام هدول تمام، خذوهم لهنيك، حلوين مع بعض. عمر أنا بدي روح. شو رأيك نحكي؟ بشو خلص مو ضروري، حتى ياسمين راحت أصلاً، بعت مسج إنه لا تحاكيني. كيف يعني؟ عم تسأله من كل عقلك؟ شوف شو حاكي معها حتى تركتني، برافو عليك. يلا أنت منيح عمر؟ ماني منيح. وأنا كتير مزعوجة، مو عارفة عن الحل، حاسة ما بقدر ساوي شي. ياسمين تركت ومشيت. لوين؟ قالت له لغسان لعادة حاكيني. يا الله غسان بيك بيكون مزعوج وأكيد حالته بالويل، الله يعينه. عم يقول الحق علي. لا والحق عليك برأيك؟ ما بعرف. وأنا كمان ما بعرف، هو الحق على مين؟ عن جد مو عرفان. تعي تعي عادي جنبي شوي، برتاح لما تكوني جنبي، بحس الحياة لسه فيها شغلات حلوة ولا معنى. بس هي حلوة عن جد. خليكي جنبي ايه ديما، بلكي بقدر انسى كل شي زعجني بالدنيا. حبيبي خلص روق، لا تزعل حالك. وياسمين خانوم فجأة حملت حالها وراحت، وغسان بيك من وقتها عم يحط الحق على عمر ومزعوج منه، الوضع صار صعب كتير. حاش تحكي، نفختي قلب نسكتي. يا سمعوا هدول التنتين عم يحكوا عن حبيبتك القديمة وعن علاقتها الجديدة، ما بس انت شو وضعك؟ انتو فكرتوني متأثر، شو قليل شو مرق علينا. قصتنا انا وياسمين صارت من الماضي، خدوا راحتكم. وغير هيك هي لقت طريق جديد ووصلها لغسان. وطريق سمعوا شو طيب؟ طريقي سالك جدا، بس ما واضح، ما مبين شي لهلأ. شو فتح السيرة؟ فينا نرجع للموضوع الأساسي؟ ما لازم نسمع كمالة الوضع المعقد اللي عايشته ديما بيناتهم، خليها تكمل. أنا مو عارفة أنا شو بدي ساوي. أنت شو حاسة هلأ؟ بدك تروحي تواسي عمر مثلا؟ ما هي على طول حابة تروح لعند عمر، لا تصدق رايحة تواسي، هي بدها تشوفه وبس. نهال حبيبتي لو سمحتي خرسي. مع حق نهال، ما بدنا نقلب المشكلة بيناتهم لمسخرة عليهم، يعني بالأخير هدول مثل الأخوات، ما بصير مثلا انتي وديما مثلهم. هادي اللي طلع معك بدهم يحسدونا هدول، لا
نحن مو مثل النساء. أنا ونهال مو متخانقين. منين جبت هالحكي أنت؟ ليش هيك عم تفاول علينا؟ هذا ما بيفهم أبداً. والله فهمنا بكفي. شو حكيت معكم؟ مثال شو فيها؟ ما بيصير ما بيصير أبداً. ونحن فينا نعطي مثال. أنت وسمعوا أزبط. لا نحن مستحيل يصير بيناتنا هيك شغلات. تخيلوا معي إنه هلأ أنا وسمعوا بقول له نهال بدها تكون شريكة معنا، وبعدين سمعوا ما بيقبل بهذا الشيء. منقوم نتقاتل أنا وسمعوا ونهال بتحمل حالها وبتروح. وبعدين عمر ورفقاته بيقعدوا بيحكوا علينا مثل ما عم نساوي. نرجع للموضوع الأساسي. عم يخطر على بالي روح لعند غسان بيك وأحكي معه. صحيح أنا مع عمر، بس هو وقف معي حرام، وبتعرفوا كمان وجع الحب بيحرق الدم مو سهل بنوب، وأنا مو كتير حابة اتدخل بتفاصيل حياتهم. يعني بالأخير من أمتى بيعرفوني؟ مو كتير، من 19 حزيران السنة الماضية. شلون حافظته؟ أنا هالفترة ذاكرتي قوية كتير، يمكن الحمل مأثر علي. برأيي روحي. وهذا رأيي. طالما أنت حاسة هيك الحقيقة إحساسك، وكوني واثقة من إحساسك على طول لأنه صح. مثل ما قلتي غسان بيك ما في مرة صار مشكلة إلا وكان واقف جنبك. شبان اسماعيل، هلأ أنت بدك ديما تروح تواسي حبيبة الجديد لحبيبتك القديمة، ما هيك؟ يعني عادي عندك الموضوع؟ نهال الناس مو ناقصة هموم، صح؟ شايفتيني مراهق؟ ديما لازم تعمل الصح، معلش. عمي. نعم، شو بدك لؤي؟ اي حياتي، عم ترسم كأنه شو هاد؟ شو جابك لعندي خير؟ ليك حياتي، بدي اياك ترسمني، ارجوك ترسمني مشان علقها باحلى زاوية عندي بالبيت، وخلي الكل يطقوا من الغيرة وعقدة النقص. اي يا ترى كيف بدي اعمل بوز؟ بعمله هيك صح؟ نو مو ظابط هيك. حياتي انت احسن شي ترسمني من بروفيلي من هون من اليسار، لانه بطلع احلى، عندي بروفيل رائع. شبك حياتي قول شي. اي يا عمور قدي بتطول؟ قلي برايك بجوع؟ طبعا رح جوع. رسم بياخد وقت شي 4-5 ساعات على الاقل، احسن شي بجيب نقرشات معي. لؤي اي عمور احترقت اليوم تحت الشمس، دبت درجة الحرارة كانت 50، حسيت حالي ضغط ونزل ضغطي وجلدي تشقق اشوفه. هي كيف قاعد مثل الصنم ما بيسألني؟ يا لؤي استخدمت كريم واقي الشمس ولا ما عندك؟ انت شاب ذكي ولازم يا حياتي تسألني. شوف رح اعتبرك سألت. استخدمته بس الكريم درجة حمايته 40%. معلوم حياتي جلدي مثل البيبي، مو معقول شو حساس، ما بيتحمل هالاشعة كلياتها، خايف اخسر بشرتي عبكير الجلد. مهم لؤي عن جد مالي مزاج احكي عن جلدك واهميته. انا هون لاترجاك ما تتخانق وانت وياه اخوات، معقول بسبب ياسمين تخسروا بعض؟ والله مو مستاهله. حياتي غسان درويش كتير، ليكن سحر بياسمين وركض وراها، شو بده يعمل؟ عيونه ما عم بتشوف حدا تاني غيرها. بس انت مانك هيك حياتي، لا انت مثل الجبل اقسى من الصخر. اي عمل شي يا عمور، تصالحوا بكره بتندموا لانكم فكيتوا الشراكه. ارجوك. قهوه بدي اعمل قهوه. بدك بوقت الحقيقة بتروق الجو، وحتى إذا بدك جيب مع كيك بكريمة البندق. إيه أنا تعشيت على الخفيف، بلكي بتعبي معدتي شوي أحسن ما جوع. بدي تشيز كيك نيويورك ستايل إذا بتريد. أي بالليمون مية مية شو طيبة. أي 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 يا ربي شو صار؟ ليش هيك الجو بيخوف؟ عمير الو اهلين ديما. غسان بيك كيف صرت هلا؟ على حطت ايدك. في اخبار من ياسمين خانم شي؟ ولا شي، ما عم بترد على موبايلها، فجاه اختفت، انشقت الارض وبلعتها. يعني خليها تصفي راسها شوي، هي عم تلوم حالها، بس تروق شوي بتلاقيها رجعت. منشوف. شو بدي ساوي؟ عم بستنى. بدك امرق لعندك اذا حابب تحكي؟ مو ضروري،
تأخر الوقت، جاي على الشركة بكرة وبنحكي عنه وقت. طيب روق لو سمحت. عم حاول روق، كلك ذوق.